تخيل لو وجدت نفسك في الشارع وأنت بعمر الثمانين وسط خيمة بسوق للخضار، هي حالة عم بشير وعائلته الذين تم طردهم من المنزل الذي كانوا يقطنونه منذ 60 سنة. ننتقدوا في السلطات القضائية اللي خضت الإجراءات معناتها بالطرد وما حتى يعني حتى الإشكال في التنفيذ ما خلوناش نديروها. جونا ما غير قانون وكما نقولوا شارعي، ما عندوش قانون باش تكسر الشرع وما عندوش قانون كما نقولوا قاعد تهدر. عائلة جطي تطالب السلطات المعنية بالتكفل والنظر في أمر إسكانهم في القريب العاجل، خاصة وأنهم أودعوا ملفات السكن في مختلف الصياغ منذ ما يقارب 18 عاما، ولكن المطاف انتهى بهم بين أحضان الشارع. كنت من 2001 دير لي دوموند هامليك تاع السكن 18 سنة من 2001 لدرك مازال ما سكنتش، درت لافان بوست، درت يعني بارتيسيباتيف، يعني كل الوسائل القانونية درتها ما كاش حتى لدرك. نطلبوا من رئيس البلدية والوالي وكاع السلطات باش يديروا لنا حل. أن تتخذ ثلاث عائلات من خيمة وسط الشارع مأوىً لهم أمر فظيع جداً، خاصة أن تحت الخيمة يحتمي أطفال صغار تخلوا عن دراستهم بسبب الأوضاع الطارئة التي تمر بها عائلتهم. متكونين من ثلاث عائلات، عائلة جطي دوكا كي حكمت علينا بالطرد هكذا رمتنا هكذا في الشارع وما لقيناش كاع واش نديرو. حنا رانا دوك المصير تاعنا راه في الشارع. شوف الاولاد ها اللي راهم شاهملين في الزنق والطومبات يباتوا ياكلوا فينا الزبل على حدك حاشاك رقود فيه. طرحنا الامر على المسؤول الاول عن البلديه فكان رده: كنا رايحين نعاونوا حتى اذا كان السكن الاجتماعي ولا ربما يكون صوتي يلحق السيد الوالي على انني نسكنه مع جماعه السكن الاجتماعي. حاجه في يدي نقدمها لهم، الا ان صلاحيات رئيس البلديه تقلصت المساكن الاجتماعيه هذه وليت لها الوالي المنتدب او الوالي ولايه الجزائر، الا ان راح نلحق صوتي من اجل هذه العائله. تشرد، تعب، قلة حيلة واستنكار للظلم هو ما كانت تنادي به عينا عم بشير، وهو يرى نفسه يكمل ما تبقى من عمره في خيمة سوداء كسواد الواقع المر بالجزائر.